متقدمه والسنه الماضيه تبت على القوه ديالو لا في البطوله ولا في المنافسات الافريقيه. نبغي نهني اللاعبين على المجهود اللي قدموا جميع اللاعبين. نتمنى اذا حفظي باش ما تكونش الاصابه ديالو صعيبه ان شاء الله لانه لاعب مهم بالنسبه لنا. تنبغي نهدي هذا الفوز للجمهور ديالنا لان تنتظر منا اننا ناكدوا القوه ديالنا. الحمد لله اليوم اكدناها. عرفنا كيفاش نجاريو الايقاع ديال المباراه، عرفنا كيفاش نجاريو الفرديات ديال نهضه بركان، وكذلك الكره الثابته اللي في الاخر كانت ممكن تشكل لنا خطوره. هذا كله تنجهزوا به المباريات المقبله، خاصه اننا غادي نلعبوا نهار الثلاث مباراه مهمه لنا في عصبه الابطال ضد فريق الجيد من السنغال، ثم الهدف ديالنا في المرحله الاولى اللي هو كاس العرب الاياب ديال نصف النهائي، اللي بالنسبه لنا ولا بالنسبه للجمهور ديالنا هو الهدف الرئيسي في هذا الشطر الاول من البطوله ان شاء الله.